الحمد لله قبل كل شيء، أول استدعاء لي كانت فرحة لا توصف. هذا شرف لي نمثل المنتخب الوطني الجزائري، وإن شاء الله نكونوا في المستوى باش نفرحوا الشعب. خلاص لازم نساو المونديال، نخمو في لي ماتش اليوم جايين تاع لي زيميناطوار دومون، وإن شاء الله نحققوا نتائج إيجابية. بيان سير حنا دوك اليوم نبداو ليزونترينمون، وإن شاء الله كما جمال بلاندي هو اللي راح يورينا القوة تاع الخصم والضعف ديالو، ونخدموا عليها إن شاء الله.